بدأ تأثير منخفض السيال مع ساعات صباح اليوم الثلاثاء على السلطنة كما أشرنا في التحديثات السابقة، وقد هطلت أمطار غزيرة شملت محافظات عدة، منها أجزاء من محافظة شمال وجنوب الشرقية، أجزاء من محافظة الوسطى والداخلية، بالإضافة للعاصمة مسقط. ولكن إلى ماذا تشير التوقعات وما هي آخر تطورات المنخفض؟ وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر أجزاء واسعة من السلطنة اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء بالسحب الماطرة المرافقة لمنخفض السيال بحسب الخرائط الجوية، تشمل أجزاء واسعة من السلطنة يوم الثلاثاء والأربعاء، كما يتوقع أن تمتد بعض السحب الماطرة إلى أجزاء من الإمارات وجنوب شرق السعودية يوم غد الأربعاء ويوم الخميس، مع استمرار تدفق الرطوبة المدارية المرافقة لمنخفض السيال. نود التنويه بأن الأمطار قد تكون غزيرة في بعض الأحيان مما يؤدي لتشكل السيول وجريان الأودية، لذلك نتمنى من الجميع توخي الحذر ونتمنى السلامة للجميع. تابعونا من هنا من مركز طقس العرب حتى نوافيكم بآخر التحديثات أولاً بأول.